السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب التونسي، وان شاء الله بربي منتخب تونس يعني يفوز، وين الكولسة يعني الكولسة شكاوي المنتخب التونسي تونس للكاف يعني وجنوب افريقيا ان شاء الله بربي. يعني وين داروا بلي جنوب افريقيا في قفص الاتهام. خاطر على جنوب افريقيا لا غنقولكم، انا قلت لكم كاين دو جروب، كاين تروا جروب صعاب. نهار الاول قلتها لكم كاين جروب تاع تونس، جروب تاع كوتيفوار، جروب تاع مصر. ديك موزمبيق كاليفات خمسة تاع منتخبات، وهي ماشي كاليفية، هي وغانا في 94 كاليفات خمسة تاع منتخبات وهي ماشي كاليفية. نورمالو يعيطوا لها يقولوا لها ودي روحي تروحي معنا، وهو لله ناس كانت مقيلة أي صغيرة كاليفية تسوق على حسابات، وهو لله ناس كانت مقيلة. كوت ديفوار كان مقيل، اليوم يقارع للمغرب باش يربح، المغرب كي يربح كوت ديفوار كاليفي. هاك تشوف كيفاش ايوا هي جاية كيما هكا صاحبي. هي وكواليس شكاوي منتخب تونس الكاف جنوب افريقيا في قفص الاتهام. وين تقدم الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكاوي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لاحتجاج يعني على اداء التحكيم في مباراة المنتخب تونس ضد المنتخب المالي والتي اقيمت يوم السبت الماضي ضمن المنافسة الجولة الثانية للبطولة كأس أمم إفريقيا كرة القدم بساحل عاج 2024. وكان الاتحاد التونسي في بيان يعني في بيان رسمي قد أعلن أنه احتج بسبب أداء الحكم بما في ذلك غربة الفار وكذلك المخرج المباراة خلال اللقاء الذي جمع المنتخب تونس بناظره المنتخب المالي. وطلب الاتحاد التونسي الكاف باتخاذ كافة الإجراءات لتجنب مثل هذه الأخطاء في باقي مشوار البطولة دون كشف عن تفاصيل إضافية. لكن يعني من بعض المعلومات يعني من عند الإعلام التونسي كلش على معلومات الكواليس حصرية من هذا الموضوع. تشوف تونس، كون ربحت برومي ماتش تاعها ودارت ماتش أربعة قط. اليوم تلعب على زوج صوالح، تلعب على النيل وعلى الربحة. تلعب على الربحة جات النيل صحيت وحمال ديكم. شوف تونس شعارة عندها خسرت ماتش دارت ماتش نقطة. اليوم تكون صعيبة، لازم تربح تونس، لازم تربح ماتشين ما يخرجهاش، لازم تربح. ها راهي جنوب افريقيا ضربت وقيلة لانيبيا هذيك ضربت بربعة ولا ربعة ديريكت تربح هي. وسبب الشكاوي يعني وين في ساعة العاد على المعلومات خاصة تشير إلى أن الحكم دانيال لا يتحمل لوحده مسؤولية ما اعتبره نصور قرطاج مظلم في حقهم، وشددوا في هذه الرسالة رسالتهم هذه على خطأ الغربة الفيديو والتي لما استدعاه إلى مراجعة اللقطة مطالبة يوسف المساكني بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 44 من زمن اللقاء. شوف كيفاش وكشف المسؤول التونسي ان مخرج المباراه الاخيره ضد المالي ينحدر من جنوب افريقيا. ومن هذا المنطلق انتشرت يعني مخاوف في صفوف الجهاز الاداري للمنتخب تونس من عدم نزاهته، خصوصا ان النصر قرطاج سيواجهون بافانا في مواجهه مصيريه اليوم، اذ يتنافس المنتخبان على خط بطاقه التاهل الى الدور ثم النهائي للمسابقه. وهل سيبعد يعني من قيادة المباراة المقبلة
في سياق متصل كشف نفس المعلومات أن شركة متعاقدة مع الاتحاد الإفريقي ومسؤولة عن تصوير مباريات البطولة ستترك المخرج يواصل عمله بشكل طبيعي وسيستمر في مهامه خلال مباراة المنتخب بلاده جنوب إفريقيا ضد تونس، مشير إلى أنه يملك خبرة واسعة في هذا المجال، نافيا أن يكون قد رفض مد الحكم الفيديو بلقطة ركلة الجزاء. ما ضرب توانسه يعني وين الغلطه تاعهم برومي ماتش، برومي ماتش غلطه تاعهم خويا، برومي ماتش مع ليبيا تخسر مع ليبيا، ما تخسرش مع ليبيا، جنوب افريقيا على ربحتها، ما تخسرش ما تقوليش افريقيا تطورت كان ما خدمتي، ما تقوليش افريقيا تطورت، انا ضد هذه تاع الفكره، وانت شنو كنت تدير بافريقيا تطورت؟ كان يجي يقول لك هو افريقيا تطور، وانت شنو كنت تدير؟ انتوما شنو كنتوا تديروا؟ اي قول لي انتوما شنو كنتوا تديروا؟ لافريك تطورت واو لله خويا، هذه هي هذه هي خويا. وبحسب المعلومات نفسها فإن الطاقم التحكيم في غرفة الفيديو هو الذي يتحمل مسؤولية ما حدث بما أنهم لم يطلبوا من المخرج الحصول على إعادة ركلة الجزاء والتي طلب بها منتخب تونس، مؤكد أن الكاف لديها هذه الرواية الرسمية عندما فتح تحقيق في الحادثة مباشرة بعد وصول رسالة احتجاج من الاتحاد التونسي، واختتم إعادة كانت متوفرة في كل زوايا، لكن الفيديو لم يطلبه واعتقد أنه لا تستحق مراجعة حسب أجندته. كيفاش وين كل منتخب يعني وين يحوس يعني كيفاش يأثر يحوس، هذه هي هذه هي هذه يا خويا، يعني كل منتخب يحوس هذه يا ترى شو باش تبلغ تونس، تونس اللي يربحوا خويا. تونس اللي يربحوا، تونس حقهم يربحوا مكاش مقارعة مكاش، هذه هي تونس حوس تربح خويا، بس تحوس نتايا تقول بلي تونس وغادي، تونس لازم يدخلوا يربحوا، خسارة مكاش، نيلو مكاش، هاك تشوف وين صعبوا على روحهم. عرفتو الاخرى عندها 3 بوا تحوس تلعب على زوج صوالح، تحوس تربح بابيك، عاوتو يربحو كاس، انا نقولك، ماشي زعما، على ذلك نقولو بلي اليوم وين المنتخب يعني المنتخب التونسي ماشي صعبها على روحو، ماشي صعبها على روحو، ماشي صعبها على روحو، المنتخب التونسي كان قادر، هو كان قادر يعني برومي ماتش، برومي ماتش دوزيام ماتش كرة عنده 4 نقط، هذه هي، الكرة عنده 4 نقط. نقول لك عندهم 4 نقط، نقولها لك ونعاود، والله كان عندهم 4 نقط، تونس اليوم 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 تونس بغيت تلعب أمام جنوب أفريقيا كو إيبيتاو، كو إيبيتاو كاع المشاكل، أنا نقول كو إيبيتاو كاع المشاكل، كاع المشاكل تاعهم، كاع المشاكل تاع حسابات إيبيتاو بصار توانسة، تقول لي جابلك حسابات، حسابات صعاب، عندك 3 ماتش تلعب، عندك بريمي ماتش كان ساهل تونس نورمالمون تونس تربح. تونس تونس اليوم الى تقصى ويلوموا روحهم، يلوموا حتى واحد، قالت علاه كان تفيدهم، انا نقول لك باش يكون على بالكم، ماشي ما تجيش سهله، ما غاديش تجيك سهله، خاطر علاه نقول لكم نعاود توانسه اليوم الى ما ربحوش يلوموا روحهم، نتاعك حسب الله، نتاعك حسب سهلة ولا خدمت توصل، خدمت تاكل،
ماشي سهل اخويا. حنا ان شاء الله يلمحوا، ان شاء الله يا ربي يشوفوا تونس، على ان شاء الله ربي يشوف تونس على ربي يا ولدي. حد ما قالها لحد. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.